بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري كله بخير. وبمناسبة يوم 3 يوليو، يوم القرار باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، وسيادتك اسمح لي كمواطن مصري إن أنا أشكر جيشنا وشرطتنا على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار سيادتك وقرار الشعب المصري يوم 3 يوليو، وعلى ما زالوا يقدموه حتى الآن. بنرحب بسيادتك النهارده وبالسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، اللي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة. الجمهورية اللي زي ما سيادتك قلت اتولدت من رحم ثورة 30 يونيو. الجمهورية اللي فيها كل حاجة جديدة، زي المحطة دي ما هي جديدة بفكر جديد. محطة عدلي منصور يا فندم تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل اللي سيادتك صدقت عليها، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربية صديقة للبيئة، وده اللي تم تنفيذه فعلا في محطة عدل منصور. المحطة فنن فيها 7 وسائل نقل مرة واحدة، ودي تقريبا المرة الأولى في العالم. احنا فنن عملنا بحث على كل المحطات المركزية اللي في العالم كلها، كان أكبرها محطة في فرنسا فيها 4 وسائل نقل. احنا عندنا هنا 7 وسائل نقل، منها 4 كهربية. اولها المبنى الرئيسي يا فندم اللي موجود، داخله 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس اللي كان بيبدأ من منطقة عين شمس، وسيادتك وجهت ليه في اطار تخطيط منطقة مصر الجديدة كلها وانشاء محور الفريق العصار والفريق العرابي ومنطقة مصر الجديدة كلها، بنقله الى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية اللي كانت موجودة في منطقة عين شمس، ثم استخدام المسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة. الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق، مترو الأنفاق اللي هو الخط الثالث اللي سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة من المرحلة الرابعة منه هنا في محطة عدلي منصور في 16/8/2020، وده أيضا كهربائي. الخط الثالث هو الـ LRT أو القطار الكهربائي الخفيف اللي سيادتك شرفنا النهارده بافتتاحه والبدء في تشغيله. دول 3 وسائل داخل المحطة المركزية الرئيسية، بالإضافة إلى موقف للسوبر جيت الموجود على شمال حضرتك يا فندم. ده فيه 4 وسائل نقل. أول وسيلة أتوبيس للأقاليم، تاني حاجة أتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور المطار، الخط اللي سيادتك صدقت عليه بدل إنشاء مترو أنفاق مكانه ونوفر فلوسه. الوسيلة اللي بعدها أيضا أتوبيس كهربي ويربط ما بين عدلي منصور وبين موقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد. الوسيلة السابعة وهي الاتوبيس الترددي السريع البي ار تي على الطريق الدائري اللي بيمر يا فندم اعلى الكوبري العلوي اللي موجود اللي لسه منشا، وسيادتك يعني يا دوب باركت لنا افتتاحه وتشغيله تجريبي يعني تقريبا من 2-3 شهور. ثم بعد المحطه الرئيسيه ومحطه السوبر جيت فيها فني مجموعه من الانفاق عشان نربط هذه الوسائل كلها مع بعضها، اللي بتنتهي بالقبه الزجاجيه اللي قدام حضرتك، مجموعه انفاق طولها 500 متر وكلها متهويه وكلها مؤمنه، بتربط كل المحطات ببعضها، مفيش فرد يا فندم هيمشي في المناطق الخضراء ولا على الطرق ولا حتى هيقطع طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي اللي بيعبر منطقه المحطه بكوبري السلام او طريق سطحي. كل الناس هتتحرك يا فندم في انفاق سواء من المحطه الرئيسيه او للسوبر جيت او بموقف العربيات الخاصه اللي احنا ما نستناش نعمله يا فندم، عشان احنا دلوقتي يا فندم بنأهل مواطنين على ان هم يعني نحاول نغير ثقافتهم ان هم يستخدموا وسائل النقل الجماعي بدل ما يركبوا العربيات الخاصه. هم جايز كانوا بيركبوا العربيات الخاصه نتيجه ان ما كانش في وسائل نقل جماعي يعني لائقه ومؤمنه وفيها رفاهيه. ان شاء الله يا فندم باذن الله احنا بنرغب اهالينا وهم باذن الله هيساعدونا، هيجي بعربيته الملاكي يركن فيه باركنج 260 سياره شمال الطريق، في نفق بيوصله من الباركنج ده حتى محطه سوبر جيت او المحطه الرئيسيه. في تقريبا يا فندم 10 افدنه من المناطق الخضراء وعناصر الاتصال. في مول يا فندم موجود، مول تجاري على 6 افدنه 3 ادوار، الدور الارضي منه برضو ايضا بناء على توجيه حضرتك بدروم جراج يسع 600 سياره لخدمه المول والمحطه والمتردين عليها، ثم دورين 2 دور تجاري.
سيادتك يا فندم اتفضل نتفقد مكونات المحطة.